إعلامي لبناني اسمه بيعرف عنه جورج جبرايل إرداحي. مش كل اللي بيقسموا بيقولوا الحقيقة، بس بوعدكم إنه رح أقول الحقيقة. فينا نقولها بصراحة، في قنوات كانت شريكي بالمعركة، ما كنت متوقع رح يخسر شيء. رح يجي يوم يعتذروا منك. سلت احنا الوزير ابو فاوض، بس بدي ناشدو. هل شاشة الحياة دفع مستحقات جورج قرداحي ام ايه ام لا؟ اكتر شخص بكرهه بالوسط هو عم تجبرني اقول. قدت علي لما الحكي وجاب سيرة الجيش اللبناني. مش هيدا الاعلام، ما بتليق فيكن انتو كلمة اعلامي بقى. خلاص. المتهم مع رجا ورودولف. شو الدكتور سامي جعجع قتل لي بيه؟ لأحد 10 لتلت المساء على الـ LBCI والـ LDC.